بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نؤكد على إدانتنا ورفضنا للتطبيع بكافة أشكاله، ونحيي كل الشعوب الرافضة للتطبيع، ونحيي على وجه الخصوص الشعب البحريني الذي يقاوم التطبيع وأثبت أنه يرفض كل هذه الممارسات الصهيونية التي تستبيح أرض البحرين والأراضي العربية، لأن التطبيع خيانة للدين وللأمة وللأوطان ولأولى القبلتين، ويعمل على تجرئة الاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. ولأن التطبيع يستهدف المدنيين من أطفال أبناء شعبنا الفلسطيني، لن يكون الاحتلال مقبولا على الأراضي العربية ولا أرض البحرين الشقيق. تحية لكم يا أهلنا، يا شعب البحرين الشقيق الذين أثبتتم أنكم ترفضون التطبيع. كل التحية لكم من أهلكم في فلسطين، ومعا وسويا لمقاومة كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.